صباح الخير عليك شيف. صباح الخير. لا تقول مساء الخير، كيفك انت؟ مساء الخير. صباح الخير انت اللي عجبك. اثنين يشتغلون يشتغلون هسه هذا التوقيت، لان احنا راح نقدم الغداء يمكن بال 12 الا شويه، يعني ممكن انه مساء الخير، لان بالغداء ما ممكن واحد يقول صباح الخير. اليوم التتبيله انت احتاجت لها ساعتين، شنو اخبارها قبل ما اعوف اترك لك الجو؟ الاخبار امورها اوكي، يعني التتبيله خلاص يعني جهزت؟ اي، الراشي واللبن والليمون اللي ضفناه الصبح. طبعا اللي ما شافنا ممكن احنا نشوف مقاديره موجوده، قلنا وشويه من صاص بهارات زين الشاورما اللي ضفناها هاي كلها خمرناها، قطع اللي انا ملحتها قلنا وخليناها بالبراد وراح نصفطها وراح نشوفها. المواد كلها جاهزه وجا جاهزه طبعا التمن عندي اليوم بالفستق والباجي راح نشتغل، وراح اشتغل الصادات اللي مع كورونا. واكو شيء عندنا ايضا، شو تقول اليوم اتصالات نستقبل لو ما تريد؟ كيف؟ باللي يعجبك انت يعني جمهورك متابعينا ويدلون علينا بالتاكيد يدلون علينا. الاتصالات راح تكون مفتوحة والأرقام بالتأكيد أسفل الشاشة، اللي حاب يتواصل مع الشيف عباسي يسأل عن طبخة اليوم أو أي طبخة حاب يتعرف عليها راح يجاوبكم عليها الشيف عباسي. اسمح لي أروح أقعد هناك يعني حضراتك، بس ما تصب الأكل لا نصيحني. أي لا لا يلا طبعا. الجو لك. شكرا لك يا عمر. أكيد مشاهدي الكرام وصلنا إلى فقرة الغداء، وراح نشوف شنو الترتيب للغداء ونشوف المقادير تكون للشاورما اللحم اللي موجودة اليوم والسلطة المعكرونة. طبعا اليوم راح نشتغل وياها، راح تكون بالجبن والمايونيز، ونشوف اليوم عندنا الرز هم موجود ويانا اليوم، راح نشتغل الفستق والماجي، ونشوف المقادير راح تكون على الشاشه. ناخذ المقادير حتى تكون الامور اوكي. مثل ما نشوف هاي المقادير اللي هي على الشاشه، راح تكون عندنا لحم العجل 1 كيلو، راح يكون عندي لي ربع الكيلو، راح يكون عندي لبن الزبادي 1 كوب، راشي 1 كوب، عصير الليمون نصف الكوب، خل ابيض نصف الكوب، راح يكون عندي ماء 1 كوب، راح نكسر المواد القويه اللي موجوده، وكذا تصير الصلصه بيها ثخن شويه نكسرها بالمي ماكو اي مشكله. راح يكون عندي بهارات الشاورما 2 ملعقة طعام بهارات شاورما اللحم، ونخلي وياها راح يكون عندي الصاص زائد الشطه 2 ملعقة طعام، راح يكون عندي الثوم زائد الفلفل الاحمر والهيل راح يكون عندنا موجود، واكيد راح يكون موجود يانا يعني الملح، رشه من الملح تكون موجوده للحم اللي اليوم تبلناه. طبعا يوم الصبح انا تبلته قطعت اللحم شرحناه وخمرناه بهاي التخميره الحلوه راح تكون موجوده عندنا مثل ما نشوف. وهنا راح يكون عندنا سلطه المعكرونه اللي موجوده، طبعا المي انا مخليه على النار هسه المي يغلي، راح نخلي بيه المعكرونه من هسه حتى نسلقها سلقه حلوه، وراها ورا ما نسلقها راح نخليها بالمي البارد. انا نخلي هنا مي بارد، ممكن مي بارد نخلي بيه شويه من الثلج بعد احسن، حتى تكون المعكرونه من نسلقها تحافظ على شكلها وما تلتصق عندنا وتكون ما تنمرض عندنا نهائيا. ناخذ المعكرونه اللي موجوده هاي اللي تكون للسلطه، راح اضيفها بالمي، اضيفها المي اللي موجود عندي بهذا الشكل، وراح انتظرها على ما تنسلق عندي. المي مخلي رشه من الملح، خليت المي رشه من الملح ومخلي شويه من الزيت هنا للمي اللي موجود عندنا. نجي هنا شويه نحركها ورا ما خليناها بالمي الحار، طبعا المي يقوم يغلي، يلا نخلي رشه من الملح وشويه من الزيت ونذب المعكرونه. طبعا اي معكرونه اي سباكتي موجوده عندنا اي باستا اذا نسلقها لازم المي يغلي يلا نضيف. اوكي مثل ما شفنا، ونحب نذكر تكون هاي الطبخه اليوم برعايه مطعم توست كراده شارع 62. نشوف مقادير المعكرونه حتى نرجع نصفط اللحم اللي موجود عندنا بالصينيه ونخليه داخل الفرن. شوف المعكرونه راح يكون عندنا هنا سلطة المعكرونة بالجبن والمايونيز، راح يكون عندي معكرونة طبعا مثل ما شفنا ضفناها احنا بالمي ننتظرها على ما تنسلق، راح يكون عندي جبن طري، راح يكون عندي زيتون الاسود جزر، راح يكون عندي الفطر، راح يكون عندي خيار مخلل، راح يكون عندي الليمون الفريش نعناع، راح يكون عندي الفلفل الاسود كاري، زيت الزيتون والليمون دوز، راح يكون عندي رشة الملح مثل ما شفنا. هسه نرجع هنا ناخذ اللحم اللي موجود عندنا،
ناخذ هذا حكون عندي الشاورما اللحم هنا. راح ناخذ الليه قطع الليه، طبعا قطع الليه مملحه وجاهزه. اوكي خليها بالحوافي، خليها بهذا الشكل. راح نرجع هنا ناخذ اللحم. ايش مطلوب عندنا؟ نعصر اللحم بهذا الشكل من التخميره اللي موجوده عندنا، يكون ناشف هذا الشكل. اوكي نرجع هنا. حلو. طبعا هذا الشغل يكون حتى من نشيشه بالشيش نفس الشغل. طبعا بالشيش اذا تكون كميه كبيره راح نخليها بمصفي، ولا ما نخليها بمصفي نخلي عليها شويه ثقل، نذب الصلصه والمي اللي موجود. يلا نرجع نشده. ليش؟ حتى من نصعده على النار ما يبقى يذب مي هواي يعني على بالصينيه. فنرجع بهذا الشكل. طبعا مثل ما قال فراس وقت التتبيله تكون الناشفه تكون عندنا مثل ما نشوف تتبيله يعني تكون بس بهارات، رش بهارات وتصفيط شي فوق شي وبنات تكون سلايلون. خلي ونرجع نخليها بالبراد الى ثاني يوم تاخذ التتبيله والملح اللي نضيفه. بس هنا حلو مثل ما شفنا عشون. بعد ما عدنا شيء هنا بالتخميرة اللي موجودة عندنا ناخذ قطع اللية نخلي بين وحدة وحدة بهذا الشكل، بهذا الشكل. مثل ما نشوف هسن هنا حلو. شوف شوف يا مخلص. طبعا راح تكون الارقام اسفل الشاشه، ممكن يحب يستفسر على اي طبخه وشوف طابخنا اليوم. نجي هنا مو يا سديد لوز، سديد تلوز. هسه احنا نرجع باع شلون شكلها صار. باع باع باع. شوف 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 هسه احنا نضيفها داخل الفرن. وين؟ داخل الفرن. اوكي السر هنا حل. خليناها داخل الفرن حتى ننتظرها على ما تنشوى عندنا. وهنا خلي شويه من الزيت حتى نسوي الرز. راح نشيل الصلصه اللي موجوده عندنا. اوكي تخميره يوم فروس تجيب لي اللحم اسوي لك تخميره هنا هاي تاخذها وياك. هسه نرجع هنا مثل ما شفنا شويه نحرك المعكرونه. حرك المعكرونه اللي موجوده عندنا اللي تكون للسلق يعني كل 10 دقائق لين ما تنسلق عندنا. هاي راح تكون عندي، راح انتظرها على ما تكون عندي جاهزه. قلنا مي بارد راح يكون موجود، مي بارد حتى نقدر نحولها به. نجي هنا نطبخ اللز اللي موجود عندي. ناخذ شنو امور الرز اللي موجود؟ راح يكون عندنا الفستق. اوكي هنا راح يكون عندي فستق، هنا راح يكون عندي رز. طبعا الرز والتمر مسويكم خاطر. راح يكون عندي هنا ماج، هنا ماجي راح يكون عندي. يعني ما راح نضيف الملح، راح نضيف الماجي اللي موجود عندي. هاي راح تكون عندي الفستق والماجي والرز، يعني اسهل منها ماكو، فيكون ملوث تمن ملوث. ناخذ ام شيماء من الصويره. صباح الخير. صباح الخير يا ام شيماء. صباح الورد. شلونك شو اخبارك؟ صباح الورد. زين الحمد لله. الحمد لله، انت اخبارك؟ ان شاء الله زينه. والله خير من الله يا عيني. لا انت بخير يا قلبي. الله خير. امريني امريني يا ام شيماء. والله اريد اسالك على طبخه الباكه. طبخه الباكه. اوكي الباكه ايش عندك بالباكه؟
والله دائما يعني اسوي الباشا انا شو اظل بها زفر شويه وانا بحيث انظفها نظفيها يعني انظفها مطلوب ايش مطلوب من عندك؟ مطلوب من عندك الباكه قبل لا تطبخيها ايه تغسليها بالماء البارد. هي تسوي ايه؟ تغسليها بماء بارد اوكي؟ طبعا ممكن احنا اذا نشتغلها مثلا على باكر نقدر احنا نخليها ممكن عنجانه شويه صغيره اوكي نخلي بيها ماء نذف فوقها شويه ثلج ونتركها تقريبا ساعتين ثلاثه قبل لا نشتغلها بالثلج والماء اوكي؟ وراها راح نطلعها ونشتغلها بالنار، قلنا احنا شوي نكمخها يعني نخليها بالجدر بدون كل شيء، شويه من الزيت ونقبقها على نار هاده راح تتبخر عندنا كل المي اللي موجود داخل الباكر راح ينزل وينشف داخل الجدر وراح نسمع الصوت مالتها اللي هي محتاجه المي بيه، راح نجي عندنا مي مغلي قبل المي مغلي نذبها فوقها راح تفور عندنا ناخذ الزفره الفوق اللي مالتها هي نشيلها نذبها وراح نضيف حبه بصل، حبه ثوم، عود دارسين هيل اذب المي رش... يعني استاذ اذب المي مالتها اللي تبخر ماكو انا اذبه لا احنا تخليها انت بدون مي يعني بس زيت شويه وتخلين الباكر تصفطيها تصفيط بالجدر وعلى نار هاده وتقبقي الجدر هذا يسمونه التكميخ وراها راح شو تسوي من البخار اللي موجود تذب المي مالتها داخل الجدر من تذب المي راح يتبخر يروح ورا شويه احنا نسمع صوت بان احنا هي محتاجه المي يعني صوت الدهن شلون تتشوى هي وراها عندنا مي مغلي موجود راح نجي نضيف المي الفوقها المغلي ورا ما بدا يفور عندنا لان هو يكون حار فهي على نار نعلي النار مالتها يبقى يغلي عندنا نشيل الزفره لفوق راح نذب عود دارسين نذب البصل نذب شويه من الهيل اوكي شويه من الكركم شاشه من الكاري فلفل اسود شويه ونخليها على نار هذا كل المواد اللي ذكرتها شيء قليل حبه نوم بصله يعني وحده تكون الباكه ما تحتاج بهارات هواي من نخلي بهارات هواي راح يخرب طعمها لازم يكون المي مالتها وراها والله ما تجهز عندي تجهز قبل بعد ثلث ساعه هيك تكون جاهزه طبعا ساعتين على نار هذا راح ناخذ من المي مالتها شويه دهن حر ملعقتين دهن حر شويه لبن زبادي ممكن لبن زبادي شويه ثوم وياه مقطع نخبطهن ونذبها فوقها ونتركها تقريبا 20 دقيقة خبز كمل تصب لكم بالعافية يعني هسه نرجع هنا ناخذ ام ايمن شكرا يا ام شيماء ناخذ ام ايمن الو صباح الخير الو صباح الخير يا ام ايمن شلونك كثير شلونك انت اخبارك؟ والله الحمد لله منور الشاشة نورك هذا اكيد الحمد لله عيوني بس اسالك عن مود البسبوسه انا دائما اسويها وتعجن عندي تعجن البسبوسه عندك ايه اريد مقاديرها على الشاشه يعني مقاديرها ناعم او خشن عادي اوكي السميد الخشن السميد ايه واريدك تجاوبني عن الشيره حاره او البسبوسه حاره يعني اوكي يعني تريدين الشيره طبعا الشيره تكون بارده لازم باردة تطلع هي حارة ونخلي فوقها الشيرة الباردة والسميد عادي اخبط يعني ناعم وخشن عادي السميد لا السميد يكون نوع واحد اللي هو ممكن احنا نختار الناعم او الوسط طبعا حتى الخشن يشتغل ممكن اذا الخليط مالتنا مضبوط يعني ما اخبط طبعا من نخبط المواد اللي موجودة عندي اللي هي للبسبوسة من نخبطها نتركها شوية تشبع بالحليب اللي ضفناه شويه تقريبا هيك 10 دقائق هيك وراها راح نجي نفرغها ونشتغلها. شكرا يا اوكي وان شاء الله نحاول بهاي الايام نشتغل البسبوسه. شكرا لك. هسه نجي هنا راح نخلي الفستق. خلينا الفستق. فستق فساتيق. نحرك الفساتيق بهذا الشكل لا نحمص نحرك بهذا الشكل مثل ما نشوف هذا راح يكون عندي الفستق شوي نحمصه لان يكون هذا الفستق ما مطبوخ راح نطبخه هنا نابل الجدر اوكي شويه نتركه على ما يتحمص عندنا نرجع هنا ناخذ ما شلون راح ناخذ الجدر اللي بيه معكرونه وين راح نتوجه بيه؟ نفرغه بالمصفي اللي موجود عندي، انا ناصب المصفي ومجهزه.
حلو. اوكي. مثل ما شفنا. ناخذ ام كوثر. هسه عم فرغها بالمي البارد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام كوثر. ام كوثر. بس بدي اسالك انا مقادير لقمة القاضي. لقمة القاضي. مقادير لقمة القاضي. اوكي. هسه نشوف اذا عندنا موجودة راح نطلع، واذا ما راح نسولف عليها. ممكن احنا هم نشتغلها. شكرا. اوكي. شكرا لك. شكرا لك. هسه نرجع هنا بعدين نحمص بالفستق اللي موجود. شوف شو راح يكون عندي. اوكي هنا حلو. غير حار. السلام. بعدين نحمص بالفستق بهذا الشكل. نجي هنا. هذا راح يكون عندي الفستق طبعا ويا الزيت اللي ضفناه. وهنا الشاورما مالتنا ضايفيها. الله الله. لو يعني بعد لي شوية تنشوي واللحم اللي موجود. هسه انا اشكرك جديد. هسه ارجع راح نضيف الرز اللي موجود. نقول بسم الله. نقول بسم الله. هنا حلو. بهذا الشكل. بركة. هسه هنا حلو. مثل ما شفنا ضفنا الرز اللي موجود. طبعا راح نرجع نحمصه شويه وراح نخلي نضيف يكون عند الماجي. هذا راح يكون عند الماجي. ماجي ضفناه بهذا الشكل. انا ماجي اذا تريدون روحت. هسه هنا اوكي بهذا الشكل. وناخذ حنان. حنان من واسط. حنان صباح الخير يا حنان. شلونك انت؟ اخبارك زينه حنان؟ سمعيني. مكونات بهارات. مكونات بهارات للكبه. للكبه الكبه طبعا. الكبه نسويها ما تضبط عندي. ما تضبط عندي. هي ما لها علاقه البهارات يعني. ما تضبط عندك شنو بشنو؟ اريد طعمها اللي هاي بالاسواق اللي يبيعوها. طبعا البهارات تسولف على البهارات اللي هي تكون لها الكمون والفلفل الاسود. الكمون يشتغل بها والفلفل الاسود. واكو بهارات تكون هي للكبه مكتوب عليها بهارات كبه موجوده. طبعا هي نفس الشيء فيها شويه دارسين، فيها شويه من بهارات البرياني موجوده. ممكن انت تخليها، ممكن تقدرين تخليها انت. شو السر بطعمها يختلف عن طعم مال البرغر؟ ها شلون السر؟ طبعا السر هي مو قصه سر. انت ممكن تسويها اطيب. انت تقدرين بالبيت تسويها اطيب من البهارات البيئه. البهارات البيئه ما قلت لك انا. يكون الكمون والفلفل الاسود نضيف وياها. والله كل من سوى. ممكن تضيفين وياها شوي من الجنبيل. شوي تقدرين تضيفين وياها بهارات البرياني. تقدرين؟ اي تضيفين وياها او جوزه بوا وشوي من الدارسين. تقدرين تضيفين اي تتبيله. ومشكلة هي الشغل يكون باللحم بالحشوة. حشوة ذا بيها اللوز شوية والكشمش طبعا وحمصة شوية حارة. الحشوة تكون حارة. حشوة شوية تكون حارة. حتى أخلي لحم عنوية البرغم. لحم للبرغم. أوكي. الكبة الموصلية اللحم شو تسوي أنت الحشوة مالتها؟ الحشوة مال قصدك مال العجينة؟ إيه الحشوة اللي هي حشوة الكبة. إيه؟ بصل ولحم. لوز منحب عليها لوز ولا بصل ولحم. ايه شو تسوي للبصل واللحم؟ يا اكلادي احمس البصل والعصر اللحم وبعدين البصل. تحمسين اللحم؟ اخلي البهارات. اي انت يا كبه تسوين يا كبه. هاي كبه. هاي كبه تسوين كبه الموصليه؟ الموصليه. اي هاي هيك كبه الموصليه؟ ايه. هذا اللحم ما يستوي مالته ما يتحمص.
لازم نيه. ها؟ لازم نيه قصدك. اي يعني اللحم نين، تقولين انا حمص اللحم. شنو يتحمص؟ لا ما يتحمص يعني. بس اختي بس عندي لحم هنا بالكاسه، نجي اليوم حنسوي الكب الموصلي، عندي لحم جاب هذا من القصاب خليه هنا بالكاسه، اوكي؟ راح نجي وراها ممكن احنا نضيف، احكي لك المواد الاصليه اللي تكون لها. عندي كشمش منقع بمي، كشمش منقع بالمي، اوكي؟ ايش عندي هنا؟ عندي طاوله اخلي بيها شويه من الليه، اوكي؟ احمص الليه شويه زيت وياها اذا تكون ناشفه، راح احمص البصل. ورا ما حمصت البصل ايش راح اضيف؟ اضيف الكركم، اوكي؟ اضيف الفلفل الاسود واضيف الكمون نسبه شويه عاليه لان عندي اللحم يريد من عندي البهارات، اوكي؟ راح كلنا حمصن سويه ويا الليه ويا اللحم، اسويها خلطه حلوه، البصل يذوب فد مره يعني حتى تطلع ريحه الليه ولا يعني هاي لا عاد ايش طيب والله راح اخليها فوق اللحم ما اعرف ليش ما بتطلع نفس الطعم الجديد. اليوم شنو غداك اليوم؟ والله تعوفين الكبر، اليوم شنو غداك؟ والله بعد اليوم بعد كل شيء ما مسويه؟ ها؟ شهيت باكي شهيتي باكي على هالجو هذا باكر اذا تسويها الوقت مالتها ممكن اذا تسويها بالاربعه تقدرين تتغدين هو احنا غدا يصير غدا اي يصير غدا يصير غدا عشاء فهسه شو تسوين؟ عسل جيبوا باكر وتعال ان شاء الله لا عجبك بالباكر عرفت اي بعد انت ما شاء الله يعني ما احلف لك بروحي ام بيت انت نعم بس مشكله البهارات هاي يعني البهارات طبعا احنا راح ناخذ حلقه كامله على البهارات ممكن هاي البهارات ايش تشتغل المن للحم او الدجاج او ان شاء الله والله هي مو نسبه الشوربه ولا اكو اماكن حلوه نجيب بها البهارات ولا اكو خلطه احنا نقدر نخلطها ونخلي نشغل الكمون ويا الفلفل الاسود والزنجبيل ويا اي هواي يعني اطحن بيدك اي ممكن حلو ممكن حلو شكرا لك شكرا نورتي رجعنا نشوف الشاورما مالتنا الله يعني اللي هي تذب روحها تذب الدهن مالتها ويا اللحم اللي موجود عندنا والامور غير شكل صايره هنا يعني امور غير شكل نرجع هنا شويه خلينا نشوفه شويه شوفه بهذا الشكل قطع اللي والهاي اوكي راح نرجع نخليها حتى نشويها شويه حلوه هنا حلو هسه نرجع نشتغل السلطه مالتنا ونشوف شنو الترتيب للسلطه مالتنا اوكي قبل كل شيء ناخذ المقادير تكون للسلطه هاي راح تكون على الشاشه اللي راح نشتغلها هسه مثل ما نشوف هاي راح تكون على الشاشة اللي هي المعكرونة بالجبن والمايونيز معكرونة راح يكون عندي جبن طري زيتون اسود راح يكون عندي جزر مسلوق واحد حبة افطر موجود يعني خيار راح يكون عندي الليمون الفريش نعناع فلفل اسود مثل ما نشوف اوكي زيت الزيتون والليمون دوزي والملح هاي راح تكون عندي نجي هنا نبلش ونشوف شنو الترتيب ناخذ نعدي يكون جزر مسلوق اوكي قطع بهذا الشكل مكعبات هنا حلو الامور ماشيه عندنا هنا ويا الجزر ناخذ نرجس من بابل نرجس الو السلام عليكم الو وعليكم السلام يا نرجس شيخ عباس عيوني عمريني تسلم عيونك، بس هي طريقة عمل الكليتشة. الكليتشة؟ اي. تسوون كليتشة؟ اي. اليوم شنو غداك اليوم؟
اليوم تشريب دجاج احمر وتمن. اليوم تشريب دجاج احمر وتمن. تمن ابيض مو؟ اي. انت طبختي؟ لا امي. يعني تريدين كليتش انت تسوين الكليتش؟ اي بس كل مدى اسويها تقول شو تبس عندي. انت بس تصير بنفسها وحلوه. ايش تستعملون شنو؟ زيت شنو؟ زبد؟ الزبده مرات ومرات زيت. لا الزيت لا، نقدر نستعمل الدهن اوكي؟ يعني الدهن الجامد اوكي او الزبده، نقدر نستعمل الزبده ونكسر وياها شويه من الدهن. يعني اكو هواي انواع من الدهن، الجنه وغيره. اي. اوكي؟ يعني ما نستعمل بس زبده وهذا. لا لا حتى الاسفل الصينيه من الدهن الصينيه ما يكون الزيت، يكون الدهن. اوكي؟ ومن تجهز عدي داخل الفرن، اطفي الفرن واخليها داخل الفرن شيء قليل. ربع ساعة هيجي يلا اطلعها، ما اطلعها على هواء حتى ما تيبس عندنا. اوكي تسوي يعني خليها ربع ساعة بعدين اطلعها. اي اطلعها قبل اجيب حافظة واصفطها بالحافظة واقبخها وبالعافية. وشاي وشاي وياها شو تقولين؟ اي اكيد. عافية ايدك. ويدك ويدك يا نرجس، نورت. سلام للاهل. ناخذ تحب الكليشة؟ تمر له عقوم. اوكي ناخذ. فيكم ناخذ ما ناخذ. هسه نرجع هنا، راح يكون عندي هنا قلنا الفطور، راح يكون شويه عندي من الفلفل، فلفل والليمون بهذا الشكل مثل ما نشوف. كسر هنا حلو. نرجع بهذا الشكل. راح يبقى عندنا هنا حبة الليمون. يا ليمون. قطع بهذا الشكل، مو سديد. اوكي. سديد ضام لك ليمون اليوم. دلل عليه بهذا الشكل مكعبات. راح نخبطها ويا المعكرونه اللي موجوده عندنا هنا. حلو. ناخذ حبه طماطه تكون ويانا. حبه طماطه اوكي مكعبات هذا الشكل، يعني يكون عندي للشكل فقط. نعطيها شويه حمار. راح ناخذ الجبن، جبن الطري يكون عندنا موجود. مثل ما نشوف هذا الشكل. السل هنا حلو. هذا راح يكون عندنا جزر المسلوق، هنا خيار طرشي المخلل، راح يكون عندنا ليمون، راح يكون عندنا فلفل اخضر، شويه من الطماطه حمار، راح يكون عندي هنا شويه من الجبن مثل ما نشوف هنا. حلو. هسه احنا نرجع، طبعا خليناها بالمي البارد. اوكي نرجع نصفيها. صفيناها، صفيها من المي اللي موجود عندي، وناخذ من ياله حيدر. حيدر. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حيدر. شيف ممكن بلا زحمة عليك طريقة عمل همبرجر اللحم وشنو نوع البهارات اللي خلي وياها؟ همبرجر اللحم؟ اي نعم، انواع البهارات اللي وياها. همبرجر اللحم ممكن، يمكن ممكن باكر اشتغل همبرجر اللحم. اوكي. شو تقول؟ اوكي؟ نعم. تسمعني؟ ممنوع. شكرا. شكرا لك. شكرا. ايش ناحل هذا راح يكون عندي. صفينا، راح ناخذ الكاسه. ناخذ خل المعكرونه بهذا الشكل مثل ما شفنا. مثل ما شفنا خلينا المعكرونه. هسه احنا نرجع ناخذ نظره على اللحم.
الله. هسه اللي هنا حلو. يكون عندنا شويه مي يكون اللي هو مال التخميره اللي داخل الفرن، راح نطلعها نفرغ من المي اللي موجود ونرجعها. اوكي؟ حيكون عباره عن شويه من الدهن، نكسر شويه من الدهن مالته بهذا الشكل. هسه هنا خلينا شيء قليل به للتحميص. اوكي حنرجعها، راح تكون روعه روعه روعه. ناخذ المقادير راح تكون للمعكرونه اللي شفناها هسه حتى تكون الامور اوكي عندنا. هاي راح تكون على الشاشه مثل ما نشوف. ممكن ناخذ لها صوره احنا اذا نحب. هنا حلو مثل ما شفناها، حتى نرجع نشتغل ونخلطها خلطه حلوه.